أصدقائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في رحاب مدرسة ناد. درسنا لنهار اليوم سيكون حساب الإحداثيات والمسافة بين نقطتين. نأخذ تمهيد. إذا أو مبدأ المعلم، وأو إي شعاع الوحدة إي، وأو جي شعاع الوحدة جي. المعلم متعامد ومتجانس. لإيجاد إحداثيات شعاع انطلاقا من معلم متعامد ومتجانس، نقرأ الإحداثيات باستعمال الإزاحتين المتتاليتين. أولا، الإزاحة الأولى تكون بالتوازي مع محور الفواصل. ثانيا، الإزاحة الثانية تكون بالتوازي مع محور التراتيب. نأخذ وضعية تعليمية. A B C D ثلاث نقاط من المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس. A إحداثية ناقص 5 و3، بمعنى فاصلة A هي ناقص 5 وترتيبتها هي 3. كذلك إحداثية B ناقص 2 و8، C إحداثية ناقص 7 و6، و D إحداثية 0 و5. السؤال الأول، بين أن الرباعي A B C D متوازي أضلاع. السؤال الثاني، أحسب إحداثيات النقطة F مركز تناظر متوازي الأضلاع. ثالثا، أحسب الطول AD وكذلك. إذا ننتقل إلى الحل. لدينا النقاط، لدينا المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس. إذا هذا هو المعلم المتعامد والمتجانس. الفواصل على محور الفواصل X، والتراتيب على محور التراتيب أو الإحداثيات. إذا النقطة A فاصلتها ناقص 5 وترتيبتها 3. إذا التقاطع بين 5 ناقص 5 على محور الفواصل و3 على محور التراتيب هو هنا، فنقول هذه هي النقطة A. كيف نعين النقطة B على المعلم؟ B فاصلتها ناقص 2 وترتيبتها 8، هنا تقاطع وتكون هنا النقطة B. بنفس الطريقة النقطة C ناقص 7 مع 6، وكذلك النقطة D 0 و5. نقوم بإيصال بين النقط لنتحصل على الرباعي A C D B D أو A D B C، هذا هو الرباعي. إذا ننتقل إلى الإجابة على السؤال الثاني. نبين أن الرباعي A C B D متوازي أضلاع. نعلم جيدا أنه في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متقايسان ومتوازيان. إذا يجب أن نبين أن شعاع C A يساوي شعاع B D، كل ضلعان متقابلان. إحداثيات C A، لدينا إحداثيات النقطة C و A. نطبق القانون في حساب إحداثيات C A، هي X A ناقص X C. X A ناقص X C تساوي ناقص 5 ناقص ناقص 7 تصبح ناقص 5 زائد 7 وتصبح تساوي 2. وكذلك ترتيبة Y A ناقص Y C وتساوي 3 ناقص 6 تساوي ناقص 3. إذا مركبة إحداثية شعاع سي أ هما 2 و ناقص 3. هل هما نفسهما إحداثية شعاع بي دي؟ لنرى ذلك. إحداثية الشعاع بي دي إكس دي ناقص إكس بي تساوي لنا 0 ناقص ناقص 2 تصبح 2، و إيكغراك دي ناقص إيكغراك بي تساوي لنا 5 ناقص 8 وتساوي ناقص 3. إذا بالفعل 2 و ناقص 3. إذا كل ضلعان متقابلان متقايسان، وجدنا أن الشعاع سي A يساوي لنا الشعاع بي دي. الشعاعان لهما نفس الإحداثيات، إذا سي A يساوي لنا بي دي، ومنه فالرباعي فعلا متوازي أضلاع. الآن حساب إحداثيات النقطة F. بما أن F هي مركز تناظر الرباعي، فإن F تكون منتصف القطعة A B أو منتصف القطعة C D. ونقوم بحساب F بتطبيق القاعدة XB زائد XA على 2، و YF تساوي لنا YB زائد YA على 2. بتطبيق مباشر نجد أن F إحداثيها ناقص 3 على 5 و 5 على 5. ننتقل الآن إلى حساب الطول FA بتطبيق القانون مباشرة. الطول FA يساوي لنا فاصلة النقطة الثانية ناقص فاصلة النقطة الأولى مربع، زائد ترتيبة النقطة الثانية ناقص ترتيبة النقطة الأولى مربع، الكل تحت الجذر. ونقوم بتطبيق مباشر فنجد FF يساوي لنا جذر 8.5. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى مفاهيم عامة لتطبيق الحالة العامة في حساب إحداثيي شعاع. لتكن A فاصلتها XA YA و B فاصلتها XB YB، نقطتان من مستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس. لحساب إحداثيات الشعاع AB هما
القانون يقول إحداثي شعاع بي هما إكس بي ناقص إكس أ وإكراك بي ناقص إكراك أ. مفاهيم: دائما حساب إحداثية منتصف قطعة أ وب نقطتان من مستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس. أ إحداثية إكس أ إكراك أ وب إحداثية إكس بي وإكراك بي. لنبحث عن إحداثيات النقطة أ منتصف القطعة المستقيمة أ ب، نطبق القانون إكس أم تساوي لنا إكس أ زائد إكس بي على اثنان، وترتيبة أم تساوي لنا إكراك أ زائد إكراك بي على اثنان، ومنه نستخرج أن حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس أ يساوي لنا إحداثيها فاصلتها إكس أ وترتيبتها إكراك، وكذلك بي فاصلتها إكس بي وإكراك بي. كيف نحسب الطول أ بي؟ الطول أ بي هو إكس بي ناقص إكس أ الكل مربع زائد إكراك بي ناقص إكراك أ الكل مربع الكل تحت الجذر، هذا هو حساب الطول. نأخذ وضعية أو تمرين كتدريب. إذا المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس، علم النقط C 0.4 B 0.1 و A هي 2.0. السؤال الثاني: بين أن الزاوية التي رأسها A قيسها 90 درجة، C دائرة مركزها M وتشمل النقط A B و C، أحسب إحداثيات M نصف قطر الدائرة C. هنا نقوم أولا بتعليم النقط في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس. ننتقل إلى السؤال الثاني، يريد أن نثبت، يعني هذا مثبت، نحن مطالبين بالإثبات وليس بالتحقن، بالإثبات أن الزاوية التي رأسها A تساوي لنا 90 درجة ولدينا 3 نقط. هناك تخمين مباشرة، نحن أمام مضلع مثلث قائم. نبدأ أولا بتعليم النقط. إذن A فاصلتها 2.0، B فاصلتها 0.1، و C فاصلتها 0.4. إذن هذا هو المثلث المتحصل عليه. ثانيا طلب منا أن نثبت أن قيس الزاوية التي رأسها A هي عبارة عن زاوية قائمة، هذه الزاوية ACAB هل هي زاوية قائمة؟ إذن لدينا، نستطيع هنا أن نحسب الأطوال، ولإثبات ذلك نحسب إحداثيات كل من AB وBC وAC، يعني الأطوال الثلاثة الموجودين عندنا في الرسم. لدينا إحداثيات AC تساوي لنا XC ناقص XA تساوي لنا 0 ناقص 2 تساوي لنا 2، وYC ناقص YA تساوي لنا 4 ناقص 0 تساوي 4. إذن إحداثية الشعاع AC هي ناقص 2.4. ننتقل إلى الشعاع BC بنفس الطريقة وبتطبيق مباشر للقانون، إحداثية شعاع BC XC ناقص XB يساوي لنا 0 ناقص 0، وإكراك سي ناقص إكراك بي يساوي لنا 4 ناقص ناقص 1 تصبح 4 زائد 1 5. إذن إحداثيات شعاع أبي بنفس الطريقة، إكس بي ناقص إكس أ على إكراك بي ناقص إكراك أ، ونجد أن الشعاع أبي إحداثية هما 0.1. ننتقل الآن إلى حساب الأطوال. نحسب الأطوال كل من الطول أبي وبي سي وأسي. إذا حساب الطول AC، لدينا القاعدة الطول تقول جذر XC ناقص XA مربع زائد YC ناقص YA مربع. بتطبيق المباشر نجد طول AC يساوي 2 جذر 5. ثم نحسب الطول BC بنفس AB بنفس الطريقة، فنجد أن الطول AB يساوي لنا 5. كذلك حساب الطول BC بنفس الطريقة، نطبق القانون وجدنا أن الطول BC يساوي 5. إذا حساب BC مربع، لماذا؟ لأنه هنا لدينا الأطوال ونريد أن نثبت أن الزاوية التي رأسها A هي زاوية قائمة. إذا نذهب بتفكيرنا إلى تطبيق النظرية العكسية لفيثاغورس، أي من الطولين مربعه يساوي مجموع مربع الأطوال الثانية المتبقية؟ حساب C مربع وAB مربع زائد AC مربع. هنا الرسم يساعدنا في تخمين الوتر، الوتر يساوي مجموع الطولين. إذا وجدنا أنه BC مربع يساوي لنا 5 مربع يساوي لنا 25، وكذلك AB مربع زائد AC مربع تساوي لنا 25. إذا نستطيع أن نعتبر BC هو الوتر حسب النظرية العكسية لفيثاغورس، ومنه فإن AB مربع زائد AC مربع تساوي لنا BC مربع. إذا حسب نظرية فيثاغورس العكسية انطلقنا من الأطوال لنصل إلى المثلث فيثاغورس، فإن المثلث BAC قائم وقائم في A.
حساب إحداثيات آم، بحيث نعلم أنه إذا كان المثلث قائم فإن وتره يساوي قطر للدائرة المحيطة بالمثلث، وبالتالي آم منتصف بسي. إذن لحساب إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة، إكس بي زائد إكس سي على 2 وإجراك بي زائد إجراك سي على 2، فتكون آم ذات الإحداثيات 0 و1/5. حساب طول نصف قطر الدائرة، إذا حساب المسافة بأم، حسبنا نحسب المسافة بأم، وجدنا المسافة بأم هي 0 و2.5، إذا بأم تساوينا 2.5 لأنه هنا الفاصلة 0. أخيرا أصدقائي الطلبة أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك ليصلكم جديدنا.